بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. السلام على النفس الأبية العامة الطيب، السلام على الجسد الطاهر المقربة بالدماء الزاكية، السلام على الشهيد علي الصغار، السلام على الشهيد فاضل مسلم، السلام على الشهيدين السعيدين وسائر الشهداء، السلام على الشهداء ما بقت فضيلة الشهادة ومنزل إننا نحتسب إلى الله تبارك وتعالى أقدم الشهيدين السعيدين الذي قد عظمة ارتفع نوره لتضيء لك الشهادة وضميرا حيا في قلوب رفقائه السائرين على طريق التضحية والاتقان. الشهيدين العزيزين الذين قضيا رحمهما على أيدي النظام الخليفي الظالم المنتهك بالحرمة والمقدسة بل مختلف بأبسط المقاومات الإسلامية. ارتحل الشهيدين إلى رفيق الأعلى، ارتحل الشهيدين إلى رفيق الأعلى تاركين خلفهم الوصية والإرث العظيم في قلوب الثائرين المضحين بالسير على درب الشهادة ونسج الدماء الزكية على قرار وطن خالي لتحريره من الغزاة الخليفي والصعود. اليوم وفي الاعتصام الجماعي لتبيان مظلومية الشهيدين علي الصغار وفاضل المسلم نطالب بالقصاص، الباحث عن القرار الشرعي لحكمها الذي واتها متدهورا امام وعي هذا الشعب لمدى الفساد في هذه العائله التي يجب ان تحاسب على الجرائم والانتهاكات التي اقترفتها بحق شعبنا العزيز. مطلبنا رأسه، مطلبنا رأسه يوم الشهيد للنواحي، مطلبنا رأسه حمد، مطلبنا رأسه حمد، مطلبنا رأسه حمد، مطلبنا رأسه حمد، اللهم ارحم شهداء الأبرار وثبت لنا ولهم موقع صدق عندك يا كريم. جمعية العمل الإسلامي أمل، 26 من أغسطس 2014 ميلادية، البحر المحتملة. يا أجل الشهيد، يا أجل المحتملة.